احنا بس الاول معانا تقرير هنسمعه مع حضرتك والساده المشاهدين وبعدين نرجع نكمل الكلام. فكري صالح يعد واحدا من أبرز الأسماء التي مرت على تاريخ تدريب حراسة المرمى في الكرة المصرية، ولما لا فهو شيخ المدربين الذي بدأ مسيرته التدريبية وكان عمره 23 عاما فقط. وخلال تلك الفترة الطويلة مع عالم التدريب أشرف على العديد من حراس المرمى الذين تمكنوا من تسطير أسمائهم بحروف من ذهب، فهو مكتشف المواهب كما تلقبه الجماهير. فكري صالح يعتبر من أهم العسكريين الذين شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة، ومن أهم من قدمتهم القوات المسلحة للرياضة المصرية. ارتبط اسمه بالراحل محمود الجهري حيث عمل معه منذ عام 86 وظل سويا حتى عام 2007. حقق معا أغلى البطولات، منها أمم إفريقيا 98 ببوركينا فاسو وبطولة العرب والوصول لكأس العالم عام 90 بإيطاليا، كما قام معا بتطوير ونهضة الكرة الأردنية لمدة 5 سنوات. من أهم محطاته تدريب منتخب مصر الأول عام 80 مع فؤاد صدقي، والمنتخب الأولمبي مع هاني مصطفى عام 82، والعمل مع مايكل سميث وسكوب وهاني رمزي والراحل الدكتور محمد علي وزكي عثمان وعلي أبو جريشة وحسن شحاتة ورود كرول وفتحي نصير. مشوار رائع مع تدريب حراسة المرمى للمنتخبات المصرية بمختلف الفئات، المنتخب الأول والأولمبي والشباب والناشئين، كما تولى مسؤولية المنتخب العسكري وتمكن من تحقيق بطولة معه، وعمل بالعديد من الأندية المصرية ليكتب اسمه بحروف من ذهب في سجلات الكرة المصرية والعربية والإفريقية.